ساعه. نسال جون كيربي الان الذي يعود الينا منسق شؤون الاتصالات في مجلس الامن القومي. اهلا بك معنا سيد كيربي، اذا كنت تسمعني جيدا، هل هناك مبادره امريكيه حاليا لوقف اطلاق النار في السودان؟ There is a continued effort by the State Department. جهود مستمرة قبل وزارة الخارجية يترأسها السيد بلينكن لتمديد وقف إطلاق النار في الأيام المقبلة. لقد رأينا تخفيضا في أعمال العنف التي طالت كافة أنحاء السودان، لكن هناك بعض المناطق التي لا تزال فيها أعمال العنف، لكن مع ذلك تراجع العنف، ونعمل بصورة حثيثة للتواصل مع الطرفين من أجل تمديد وقف إطلاق النار. هل استطعتم التحصل على موافقة الطرفين على تمديد الهدنة التي تنتهي بعد ساعتين من الآن لاثنتين وسبعين ساعة أخرى؟ إننا على دراية بالأجل النهائي للهدنة الحالية، ونعمل مع الطرفين المتحاربين الجنرال برهان والجنرال حميتي لتمديد وقف إطلاق النار، لأن هذا هو الأمر الصائب الذي يجب فعله من أجل الشعب السوداني ومن أجل الرعايا الأجانب الذين يعيشون في السودان، وكذلك للاحتياجات الإنسانية في السودان. هل مبادرتكم منفصلة عن مبادرة الإيجاد، أو جهودكم بالأحرى هل هي منفصلة ويمكن أن نتحدث عن جهود أخرى تماما، أو أنكم ترحبون بمبادرة الإيجاد؟ بكل تأكيد بأننا نرحب بمبادرة إيجاد أو أي مبادرة أخرى من أجل وقف القتال وإدخال المساعدات الإنسانية. الولايات المتحدة توسطت في وقف إطلاق النار الذي شهدناه على مر الساعات 72 الماضية، وأننا سعيدون لرؤية ذلك، لكننا بكل تأكيد نرحب بجهود كافة الحلفاء والشركاء من أجل إحلال السلام في السودان. إن لم يحصل ذلك وإن لم يتفق الطرفان في وقت مبكر، هل يعني تهددون بإمكانية فرض عقوبات على أحد الطرفين أو على كلا الطرفين؟ أنا لن أستبق الأحداث والخيارات التي قد نتبعها أو لا نتبعها، لكن ما أستطيع أن أخبرك إياه بأن التركيز في الفترة الحالية ينصب على وقف القتال واستمرار وقف القتال، بحيث يمكن إدخال المساعدات الإنسانية والناس الذين يرغبون بالمغادرة بمقدورهم فعل ذلك، وكذلك ضمان عودة السلم والأمان للشعب السوداني. هذا ما يبحث عنه الشعب السوداني وهذا ما نريده لهم، لكن التركيز الآن ينصب على وقف العنف. طيب، هل تتفهمون أسباب الحرب التي يعلنها كل طرف من الطرفين، طرف الجيش وطرف قوات الدعم السريع؟ I'm sorry, can you repeat the question? I couldn't get it. هل تتفهمون في الولايات المتحدة الأسباب التي يقول بها كل طرف حول محاربته الطرف الآخر، وقوات الدعم السريع الآن وفق رويترز توافق على الهدنة؟ تفضل. سوف أترك الجنرالات لتتحدث عن وجهات النظر والاختلافات فيما بينهما وحول كيفية التعامل مع الأوضاع في السودان. من المؤكد أن لكل منهما رؤية مختلفة حول مستقبل السودان، بمقدورهما التحدث عن ذلك، لكن بالنسبة لنا نرغب بوقف العنف وإلقاء السلاح بحيث نستطيع أن نحقق السلام والاستقرار لإدخال المساعدات الإنسانية للناس المحتاجين. إذا كان الطرفان المتحاربان يهتمان البتة بمستقبل السودان، فلا بد لهم من وقف السلاح، من إلقاء السلاح ووقف القتال وإيجاد السبل لإدخال الغذاء والمياه والمعدات الطبية والتحول إلى سلطة مدنية في البلاد. سيد كيربي، البعض يسأل ما الحكمة الأمريكية في المساواة بين طرفي القتال، بينما الجيش السوداني هو القوات المسلحة السودانية وهو النظام السوداني القائم حاليا، واتهاماته للطرف الآخر بأنه أشبه
بميليشيات. لماذا تساوون بين الطرفين؟ أود أن أوضح هنا أننا لا ندخل أنفسنا ولا نزج بأنفسنا في هذه الحرب، بل نسعى للتفاوض في الفترة الحالية إلى تسوية في الفترة المستقبلية. وما نسعى للقيام به هي مسألة بسيطة، أن نطلب من الطرفين المتحاربين العمل على وقف القتال وأن يلتزمان، وقد التزم الطرفان بوقف القتال في الساعات 72 الماضية وقد انخفض مستوى العنف. لذا من غير المقبول إذا ما كان هناك سعي لوقف إطلاق نار دائم، فلا بد من التحدث إلى الطرفين وليس إلى طرف واحد. هذا ما نعمل عليه. ما الدور الذي تقوم به السعودية في هذا الإطار؟ وهل هي المرشحة الأكبر فعلا لاستضافة فريقي النزاع، سيد البرهان ويعني زعيمي الفريقين سيد البرهان وسيد حميدتي على أراضيها لإجراء مفاوضات؟ هل يمكن تأكيد ذلك؟ من المؤكد بأنني سوف أترك شركائنا وأصدقائنا في السعودية للحديث عن ذلك، لكنهم قد ساعدونا إلى حجم كبير في إجلاء مواطنين أمريكيين، وقد ساعدوا أيضا في إجلاء أعداد كبيرة من الرعاية الأجانب عبر بورت سودان. وقد تكون السعودية قد يكون للسعودية دور مهم في إجلاء أعداد كبيرة من الأجانب، وأننا ممتنون لما تقوموا به في هذا الخصوص. شكرا جزيلا جون كيربي، منسق شؤون الاتصالات في مجلس الأمن القومي من واشنطن. تحياتي إليك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.